FM. الكل مليك. الخبر عنده دلالة وعنده أهمية، لأنه نحن في اللحظة اللي قاعدين ناس معنا الدولة والأجهزة متاع الإنقاذ تحاول تجمع جثث متاع توانسة وأجانب ماتوا في العملية متاع قرقنة، في نفس اللحظة هذيك ثم ناس مجموعات من الشباب ومن الحراقة قاعدين ينسقوا من أجل مغامرة جديدة. دونك كي نسمع حاجة كيف نكاية، معناها وكأننا أمام منظومة يصعب كسرها، ممكن تخفف منها شوية، ممكن تحاصرها، ممكن تخلق لها معناها أدوات ضغط أكثر، ولكن الجوهر هو أن الناس مازالوا شبابنا يفكروا في أنهم يغامروا بأرواحهم من أجل الوصول إلى إيطاليا. لكن يقول لك التكتيك بتاع الحراقة هو التمويه، يعني نلهي هنا أطراف أمنية باش نخلي مراكب بتاع حراقة تتعدى، وهذا اللي صار قاعد ولا قاعد يصير. أنا مش نحكي عن الحراقة، ديما الحراقة لصوص، وبالتالي اللص ديما يبحث عن فرصة، وبالتالي يستغل ويناور مع الأجهزة الأمنية، ومشكلته هذه مشكلة يومية. لكن نحكي على الناس اللي هم مستعدين يسمعوا كلام الحراقة هذوما ويقبلوا ويعطيوا فلوس، فهمتني، باش يمشيوا يموتوا. العملية هذه وقت تتكرر باستمرار حتى في اللحظات نتاع الكوارث، دونك معناها المشكلة عميقة جدا. هذاك علاش يلزم يفتح ملف، مش ملف بالمعنى يفتح معناها باش نقعدوا نتناقش، ولا لا، يلزم تتوجد مؤسسة، هيئة مشتركة فيها أطراف حكومية وأمنية وفيها أطراف مجتمع مدني، باش هالمشكلة متاع الحرقة نعالجوها بطريقة جذرية. هيئة تتابع وتجمع المعلومات وتحاول تحلل، وخاصة تحاول تتصل بالشباب وتحاول معناها تقوم بحملة متاع التوعية، ولكن حملة مش عتبها متاع قول ما تردوا بالكم ما يسمح حتى حد، ولكن متاع محاولة حل المشاكل. يا سيدي أنا ما نجمش نعطيك معناها الآن خدمة متاع مليون في الشهر، لكن نجم نوفروا آليات أولية تخفف من الوضع. ما تشوفش الحل بيده تبقى السياسية اليوم المنهارة، تبقى السياسية اللي تكشف في بعضها، تبقى السياسية اللي ركبين كل على مركب واحد، كما بالضبط كما الناس اللي بتحرق معناتها وقاعد يتسرب لها الماء شيئا فشيئا حتى تغرق، معناتها اليوم الحل بيد الناس اللي في الحكم والناس اللي قاعدة تسيطر على المشهد، يعني هما اللي يخليونا نمشيوا لليأس اللي يحس به الشباب اليوم. هذا ليس حوله خلاف، لكن المشكلة أنه إذا كان باش نقعد نستناو الطبقة هذه السياسية باش تصلح أمورها وباش تراجع أدواتها وباش تضع خططها وباش تتحمل مسؤوليتها، معناها نجم نعديو من عشرات السنين ما حنا نستناو. ثم إجراءات تعتبر عاجلة لأنها تتعلق بحياة أو موت بشر، وبالتالي معناها في 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 أوج هالأزمة السياسية، في هالوضعية اللي احنا عارفين أن السياسيين ما عندهمش حلول كبيرة ياسر، على الأقل تتخذ إجراءات يعني تحاول تخفف وتحاول تحدث حوار، معناها لأنه في نهاية الأمر الطبقة السياسية طبقة لا عندها إمكانيات ولا عندها رؤى استشرافية، عندها قوة قرار قرارات. ماذا ستقرر؟ هذه المشكلة ماذا ستقرر هذه الطبقة هي متعرفش باش تقرر. ما كيف اللي انت تحط انسان امي فهمتني وتحبه معناها يدير معناها جامعة، ما هي نجامش فهمتني، مع الطبقة السياسية عندها أمية مستفحلة، عندها معناها أمية من حيث فهمة لطبيعة المجتمع ولطبيعة المرحلة، ولذلك معناها لابد أن يقوموا بنقد ذاتي كبير ياسر، معناها خاطر هذه مسؤولية بلاد. لو كان جاو هما قاعدين يدربوا مثلا على أنهم باش يعالجوا مسألة بسيطة تنقولوا هذه مسؤولية بلاد. ألا يبدو أنه الرسالة وصلت بعد انتخابات البلدية، عزوف الشباب وانه برشا ناس مشاوش يصوتوا، معناتها رسالة واضحة انه الناس اختارت البحر باش تهرب من الواقع، الناس اختارت الجريمة باش تغطي النقص متاحة وتغطي الأزمة النفسية اللي عايشتها، الناس اختارت بؤر التوتر باش تمشي للعراق وسوريا وتمشي غادي تحارب. معناتها ما تشوفش انه الرسالة واضحة، يعني لم يفهموا الرسالة اليوم، مازال السياسيين ما فهموش الرسالة. هو في الحقيقة فهموها،
وهاك تشوف انت وينو عطيني عليه كيفاش فهموها الضيوف اللي نستدعيو فيهم كل صباح ونتناقشوا معهم كلهم يقرون بأن يقرون ما حاجش بالإقرار انا حاجتي معنى رسالة وضع لكن هل هما قادرين انهم هذا الفهم تاع الرسالة يحولوها الى مراجعة جذرية في مستوى آليات التفكير وفي آليات اتخاذ القرار وفي الحلول البديلة هذا هو المشكل هو أنه معناها لأني كلها مؤشرات حمراء وهكا ولا والكل تدل على أنه هناك فشل كبير لكن الطبقة السياسية ماهيش قادرة الآن تبدو كأنها مش قادرة باش تحول هذا الفهم هذه الرسائل إلى خطط بعيدة المدى وإلى إرادة سياسية قوية وهامة هاك تشوف انها معناها انها كيما حنا ناكلوا في بعضنا وواحد يضرب في فلان ناخذ ناحيه في فلان دونك معناها يعني الطبقه السياسيه لم تفهم بعد الرساله لم تفهم الرساله بالمعنى او لا تريد ان تفهم او لا تريد ان تنصت للرساله معناها غير قادره انها تحول ذلك الفهم الى سياسات وقرارات واستراتيجيات عمل مش قادره اذا حد الان معناها تو انا نحكي على التحول الوزاري فهمتني وكان نشوفوا كل وزير قاعد يعمل فهمتني مانيش محبش نعمم اما تنجم كل وزير تلقى له 20,000 ثغره فهمتني لانه اما هو ماهوش جديد على الميدان ومازال يبحث مازال يتعلم فهمتني بقى المشكله انه واحد يتعلم السياسه في وضع كيف هكايا هش حرج وحرج هذا هو اللي مش معقول نمشي لملف براهم وفما سؤال تسأل علاش ما يتمش التحقيق مع براهم وفقط إقالته طلع كان قرار إقالته هل مع أنت أنه الآن نحقهم مع مسؤول تم إقالته أما المسؤولية تتجاوز الوزير الحالي وأن عنده علاقة بوزراء مع تسابقين توكي احنا كنقولوا رانا عندنا وزير الداخلية نبحث عليه مش نوقفه السابق إذا نوليه في كل وزير معناها نحقه معاه ونشوفه كذا إذا ثم اتهامات حقيقية إذا ثم أدلة وملفات خطيرة بطبيعة الحال معناها هذا التحقيق أمر ضروري وأمر معناها أساسي ولكن أنا خايف أنه معناها كل وزير يتيح معناها تكثر معناها الشكوك وتكثر السكاكن وتكثر معناها محاولات معناها محاكمته وإقصاء نهائيا وقتها نوليه بالفعل نخلق في لوبيات ونخلق في كتل صغيرة مش كل واحد يدافع على روحه بأي وسيلة هو قادر عليها يبدو وزير الداخلية هذا كان مسؤول معناها عن خزان خطير للمعلومات معناها إذا كان نجيوه ونحولوه معناها بدون ما ثم أدلة بدون ما ثم أمور جدية فهمتني تولي في الحقيقة قاعدين نمسوا في رموز الدولة خاطر أنا أكون مسؤول ما سرقتش وعلى وزارة سيادة وعلى وزارة السيادة ما سرقتش ما ثماش أدلة معناها ضدي بعد ما نتنحى المسؤولية أو أنا معناها على أبواب باش نتيح من تكثر الاتهامات واتهامات معناها خطيرة في نهاية الأمر واش نقولوا إذا كان نواصلوا هكايا نقولوا إذا نحن رانا محكومين من مافيا ومحكومين من ناس مشبوهين ومحكومين بطريقه من الناس غير جديين وهذا شنو الصوره باش ناخذوها نحن والاجانب على البلاد وعلى المرحله الانتقاليه هذه اللي مزنا في بدايتها يعني اين دور البرلمان في المسائله يعني كي نحكيو على التحقيق يعني نحن نحكيو على برلمان من الادوار نتاعو هو مسائله الوزراء والحكومه يعني يعملوا ديما بيلون جلسه عامه ويسالوا اسئله للوزير حول مواضيع مهمه يعني اوفيري بيجور فما مسائلة ولطف إبراهيم بالذات معناها قداش مرة يقع دعوته للبرلمان وتوجيه أسئلة شفوية ويقع نقاش حاد حول سياسات الوزارة معناها موجود الآن باش نعملوا لجنة جديدة في البرلمان وعملنا برشا لجان ولا في البرلمان وقبلت دونك معناها باش نوليو كيف نستعملوا في اسلوب اللي نحن عارفين منذ البداية انه لا جدوى منه ولا معنى. نمشيو للطبوبي الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل ووعوده لحل الازمة وعود قالها في لقاء مع رئيس الجمهورية هل باش يصير توافق حول
حل الأزمة في المستقبل. هناك مؤشرات تدل على ذلك، والحقيقة معناها اتحاد عام تونس شغل نجم ننتقدوه في بعض المحطات، نجم معناها نطلب منه أنه معناها يغير أسلوب إدارته للاتحاد نفسه وللسياسة المطلبية، ولكن في نفس الوقت ما يلزمناش ننساو نحن كتوانسة أن الاتحاد راهو منظمة أساسية في البلاد، وبالتالي دوره مهم، وذاك علاش نراهن على نضج قيادة الاتحاد واتجاهها نحو الحكمة، نحو تهدئة الأمور، نحو حل الأزمات وتفكيكها. فالاتحاد هذا دور أساسي مطروح عليه ومطروح على قيادته. لكن شنو هي الحدود نتاع دور الاتحاد هنا؟ ما لازم فما حدود، الحكومة عندها حدود، المجتمع المدني عنده حدود، المنظمة الاجتماعية عندها حدود، لكل اللي عنده التريتوار بتاعه. صحيح معك، وهذا شرط من شروط احترام قواعد اللعبة. أنه لما باش ندخل احنا بعضنا في حوار، كل واحد يحترم حدوده ما يتجاوزهاش وما ندخلش في منطقتك أنت وصلاحياتك. لكن شو المطلوب من الاتحاد الآن؟ حالة ثم هناك توتر، هناك قلق، هناك خوف من المستقبل، هناك تخوف من أن تحصل هناك مفاجآت غير سارة. فالاتحاد هنا يتدخل ويحاول يهدأ، ثم يحاول يقدم حلول فيها نوع من التناغم وفيها نوع من الحد أدنى من التوافقات، لأنه هذاك هو هذيك هي السياسة، وذاك هي العمل بتاع المجتمع المدني. المجتمع المدني مش مهمته عمل ثوري، هو بشي يطيح بالأنظمة وبالحكومات وكذا، مهمته أنه يتدخل في الوقت المناسب لكي يوفر فرصة باش الناس يبنيوا نشاطهم ويبنيوا تعاونهم على قاعدة مشتركة، أو يضفي مشروعية على القرارات اللي باش تخرج. معناتها إذا كان فما قرار باش يخرج، على الأقل يبدأ الناس كل متفاهمين عليه متوافقين عليه، باش يخرج عنده مشروعية للناس ويطبق بسهولة معناتها وبمرونة، مش قرار جائر هكذا معناتها يطبق القرار هذا. صحيح، بقى اتحاد الشغل راهو زي يقول لك أنا معناها ما تجيش تحفز لي على ساقي، وما تجيش تفرض عليا معناها توجهات تتناقض مع مصالح متاع منظورية. وبالتالي اتحاد الشغل يزمي يبقى ديما محاور، ولكن في نفس الوقت متمسك بمبادئه وبمصالح العمال والموظفين. المشكلة الآن هي هل يمكن احداث توافق حقيقي حول اختيارات متضاربة تماما؟ وهذا المشكل، معناه لأنه الحكومة راكبة في قطار واتحاد الشغل راكب في قطار آخر، وبالتالي كيفاش ممكن معناها الجمع بينهما وخلق أرضية مشتركة؟ أنا أتصور ممكن الإبداع التونسي كما عملناه في التوافق السياسي ممكن نوصله معناها في التوافق الاجتماعي، وذاك علاش قضية تعميق الحوار حول تونس اقتصاديا إلى أين، ما هي الاختيارات الاقتصادية الضرورية التي يمكن أن نعتمدها ويمكن أن نتوافق حولها وتكون أقل ما يمكن من الضرر. أي لكن يقولك اليوم لازم نبتعدوا عن منطق الخسارة والربح ونعليه مصلحة تونس. صحيح، معناتها يقولك اليوم وثيقة قرطاج فما ناس تحب تربح فما ناس ما تحبش تخسر، وكأنه معناتها فما مصالح ضيقة أكثر منه مصلحة عامة للوطن. صحيح، إذا مراعاة المصلحة العليا، إذا مراعاة ما يمكن أن يقع الاتفاق حوله على المدى المتوسط والبعيد، واللي كل واحد يلقى روحه جزئيا فيه، خاطر اللي يحب زاد يدخل هو يحب يكون رابح 100% والبقية خاسرين 100%، معناها لن يمر كما يقال. نختم بأرقام جينا من عند المقياس في الشأن السياسي لمؤسسة إمرود بالتعاون مع دار الصباح. 51% من التونسيين يؤيدون بقاء الشاهد على رأس الحكومة، 50+1، و60% من قواعد نداء تونس يوافقون الشاهد في تحميل حافظ قائد سبسي مسؤولية الأزمة داخل الحزب. كيفاش تقرأ الأرقام هذه؟ أولا نلقاها معناها أنه في 49% ضد الشاهد، بالتالي الشاهد كيلقى 51% معناها من المواطنين مأيدينه، يزمو يعرف كيفاش أيضا يمسك العصا من الوسط ولا يصاب بالغرور، ويعرف كيفاش يتعامل مع التونسيين.
لكن لك سمحني هنا جوست ال 49 مقسمين راهو مقسمين 49 مقسمين 18% ضد و 31% لا يعرفون او يرفضون الاجابه. اي معناها حتى التفصيل حتى الذين لا يعرفون الاجابه معناها ما همش مقتنعين باللي قاعد يجري، ما همش فاهمين اصلا اللي قاعد يجري. ومن مسؤوليه رئيس الحكومه انه هالناس هذوما اللي ما همش فاهمين يحاول يقرب لهم ويحاول يفهم علاش ما استطاعوش انهم يتجاوبوا بالكامل الان مع الحكومه، لانه في نهايه الامر الحكومه راهي في مازق ماشي في وضعيه مريحه، وانها عندها مشكله تواصل مع المواطنين كما عندها مشكلة تواصل مع النخب. معناها وديما نقولوا أنه راه سياسة تواصلية في الحكومة ضعيفة جدا في عهد الشاهد وفي عهود سابقة، وبالتالي معناها يلزم خلينا نقولوا الناس ما عندهمش رأي، معناها الناس ما همش مع الشاهد ومش فاهمينش قاعد يقول الشاهد. ضبابية المشهد معناها. لكن إذا خلينا الأمور بشكل عام وحسب معناها ما ورد في صبر الأراء هذا، أنه 51% مع الشاهد ما يلزموش يفهم أن هذا تفويض، أنه هذا بالحقيقة هي رسالة، رسالة أنه الحكومة مطلوب منها أنها تخدم بطريقة إيجابية وبطريقة شفافة وتحاول أنها تقنع التونسيين بما تقوم به، لأنه أيضا احنا باش إذا كان يحبوا يبقى الشاهد مش يبقى الشاهد بأي ثمن، مش يبقى شاهد باش نواصلوا في الحيرة التي معناها كثير من العائلات التونسية دمرتهم هذه الحيرة، لأن مش عارفين باش إمكانياتهم المالية عمل تنقص والوضوح بالنسبة للمستقبل أصبح ضعيفا. 51% معناتها فما انقسام. فما انقسام واضح وحاد. دونك ديما الأرقام نسبية زادك. صحيح. مش نمشيو في الإطلاق بتاع الأرقام هذه بتاع النسب هذه. كانت هذه التحليل والنقاش بتاع أبرز العناوين. الكلمة ليك.